الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل القطان ويعرب عن حرص مصر على مواصلة التنسيق مع المملكة العربية السعودية إزاء القضايا الإقليمية. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون السجل العيني المختص بالحفاظ على الأملاك العقارية للمواطنين، ومروان يقول إن القانون الجديد من شأنه أن يساهم في زيادة تسجيل العقارات. الحكومة اليمنية ترفض شروط الحوثيين للتفاوض وتسليم الحديدة، والجيش اليمني يستكمل تحرير جبل الأويد غربي محافظة تعز. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حرص مصر على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي ومواصلة التشاور والتنسيق مع المملكة العربية السعودية إزاء القضايا الإقليمية المختلفة وسبل التصدي للتحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية بما يحقق مصالح شعوبها. وقد جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الدولة للشؤون الإفريقية بالمملكة العربية السعودية أحمد قطان، الذي أشار إلى قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن حرص المملكة على مواصلة تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يسهم في تدعيم التضامن وتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة. من جهته، أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية أحمد قطان كان مثمرا وتناول العديد من الملفات بشأن التعاون بين البلدين لزيادة المشروعات التنموية في إفريقيا. قال راضي إن العلاقات بين مصر والسعودية ازدادت عمقا وخصوصية شديدة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء شهد مناقشة التعاون الثلاثي بين البلدين وبعض الدول الإفريقية من ناحية زيادة الملفات التنموية مثل البنية التحتية والتجارة ومشروعات الطاقة، وأن الدول المستهدفة في هذا الأمر هي حوض النيل في المقدمة وبالإضافة إلى غيرها من الدول الإفريقية. متابعة، ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام للشؤون العربية. سيد محمد، بعد التحية، تقييمكم للعلاقات المصرية السعودية في الفترة الحالية بشكل خاص، وذلك في ضوء اللقاء الأخير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الدولة للشؤون الإفريقية بالسعودية أحمد قطان. العلاقات فيما بين مصر والمملكة السعودية تمر بأفضل حالاتها الآن، هناك تعاون كبير جدا، هناك استغلال لفرص التعاون، هناك تطابق في وجهات النظر فيما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، هناك تعاون في مشروعات مشتركة. أعتقد أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن بعض التحركات في المشروعات التي تم الاتفاق عليها سواء في البحر الأحمر أو داخل القاهرة أو العاصمة الإدارية الجديدة أو بعض المشروعات الأخرى الخاصة بالنقل واللوجستيات والتعاون في المجال النفطي، بالإضافة إلى المناطق الصناعية التي ستزداد فيها الاستثمارات السعودية في الفترة القادمة بشكل كبير. الوزير الدولة السيد أحمد قطان ليس غريبا على مصر، قضى وقت طويل في مصر وهو يعرف جيدا القضايا المصرية والعربية الأفريقية. أعتقد أن التعاون في المرحلة المقبلة سيكون كبير وخاصة في دول حوض النيل، وسيكون هناك استغلال أيضا لتوصيل النشاط الاقتصادي السعودي مع بالتعاون مع مصر إلى الدول الأفريقية عن طريق الاتفاقات الأفريقية التي عقدتها مصر في القارة. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد محمد عز الدين نائب رئيس تحرير الأهرام للشؤون العربية، شكرا جزيلا لك.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأيام القادمة بعد عيد الفطر المبارك ستشهد العديد من الإنجازات الكبيرة التي سيتم افتتاحها، وكذلك الكثير من الخطوات التي ستفرح الشعب المصري. أعرب الرئيس السيسي في كلمة له خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مساء الثلاثاء عن سعادته بلقاء أعداد من أطياف الشعب المصري على إفطار الأسرة المصرية، واصفا هذا اللقاء بأنه تجربة رائعة بدأت السنوات الماضية. ومن فضل الله سبحانه وتعالى خلال الأيام القليلة بعد العيد إن شاء الله شكل حجم كبير من الإنجازات اللي بيتم اللي احنا كنا قلنا عليها بيتم افتتاحها وحكتبه حاضرين هيبقى نشاطنا أكبر شوية وجهودنا أكبر بس بعد رمضان، عشان زي ما قلت كده احنا بقالنا بفترة كبيرة ساكتين في الموضوع ده، عشان بس كان عندي أمل كبير إن خلال السنتين اللي جايين طروا مصر في منطقة أخرى بفضل الله كما أكد أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر مرت خلال الأعوام الأربعة الماضية بظروف صعبة للغاية، ووجه الرئيس الشكر للشعب المصري بكل أطيافه لتحمله هذه الظروف الصعبة جراء قرارات الإصلاح الاقتصادي. لم يكن ليتحقق ما تحقق خلال الأربع سنين اللي فاتوا، وبرضه هقولكوا تاني ولن يتحقق إن شاء الله اللي أنا شايفه عظيم، وأنا شايفه ومش شايفه لا ده انا يعني على صله بكل ما يدور بشكل او باخر في مصر، صدقوني يعني. فلا في عمل ضخم جدا جدا، وفي اعمال لسه احنا محتاجين نشتغل فيها زي ما سمعتوا في خطابنا في امام البرلمان المصري او امام البرلمان، يعني قلنا ان احنا لينا شكل هنهتم بيه جدا بالانسان، سواء كان على التعليم أو الصحة أو الإصلاح الإداري للدولة، مع استمرارنا في الإجراءات اللي احنا بدأناها خلال الأربع سنين اللي فاتوا. عقدت حكومة تسيير الأعمال اجتماعها الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل المكلف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسيير أعمال الحكومة المستقيلة لحين اختيار حكومة جديدة. خلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون السجل العيني المختص بالحفاظ على الأملاك العقارية الخاصة للمواطنين، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة. وقال وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان إن القانون الجديد من شأنه الإسهام في زيادة تسجيل العقارات، مشيرا إلى أن 95% من العقارات في مصر غير مسجلة. قال وزير المالية الدكتور عمرو الجرحي إن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه اليوم المؤشرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019 وقانون الرسوم الجديد بعد الموافقة عليهما في الجلسة التي عقدها البرلمان مؤخرا. أشار وزير المالية في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء إلى أن هناك توصيات لزيادة مخصصات التعليم والتعليم العالي والصحة بقيمة 7 مليارات جنيه. تم الموافقة على الموازنة بتوصيات أخرى من مجلس النواب بزيادة المخصصات للتعليم والصحة والتعليم العالي بأرقام في إجماليها في حدود 7 مليار جنيه، وضعت كتوصيات إذا تمكننا في خلال العام المالي نحن نستوعبها من جوه الموازنة عن طريق زيادة إيرادات أو نقص بعض المصروفات هنستوعبها، لو لم نستطع استيعابها اتفقنا مع مجلس النواب إن احنا نتقدم لمجلس النواب في حينه إن احنا نفتح اعتماد إضافي لاستيعاب مثل هذه الأرقام. فبالتالي أيضا زيادة 7 مليار جنيه على كل الأبواب، سواء كان باب ثاني، باب أول، باب رابع في الدعم أو باب سادس في الاستثمارات، زودنا رقم إجمالا 7 مليار جنيه في الموازنة لهذه الأرقام. فبالتالي الموازنة تم الموافقة عليها بمستهدفات 8.4% عجز الموازنة و2% فائض أولي العام القادم إن شاء الله.
صرح وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي أن الحملة القومية الاستراتيجية لتقليل عدد المواليد في مصر تستهدف 16 مليون سيدة متزوجة في عمر 15 عام إلى 49 عام، بحيث يتم تقليل نسبة الإنجاب إلى 2.4 طفل لكل سيدة في العام. أشار وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء إلى أن الدولة تسعى إلى الوصول بالتعداد السكاني إلى 117 مليون في عام 2030، حيث من المتوقع أن يصل تعداد السكان إلى 119 مليون بحلول عام 2030 وفقا لمعدلات الإنجاب الحالية. نشتغل على إيه؟ إحنا بنشتغل عشان يبقى معدل الإنجاب بتاع السيدة في فترة الإنجاب اللي هي من 15 ل49 تبقى تقل كمان عن أحسن فترة وصلنا لها اللي هي في 2005، إن إحنا نصل إلى إن السيدة تبقى معدل الإنجاب بتاعها 2.4 طفل في عمر فترة الإنجاب، وبالشكل ده يقل معدل الزيادة إلى 117 مليون طفل، 117 مليون تعدادنا يبقى في سنة 2030. احنا عايزين نقول جملة كده معينة، احنا الفرق ما بيننا وبين 2030 مش كتير، 12 سنة مش كتير. لو احنا اتكلمنا دولة رئيس الوزراء وجه بعد ما سمع هذا التنبؤات، قال لا احنا عايزين نوصل لاتنين مش لاتنين واربعة من عشرة. ويبقى ده اللي انا بعلق التعليقات كمان اللي اتقالت في مجلس الوزراء، لان احنا شايفين ان حتى الوصول ل 117 مليون ده هيكون له تأثير سلبي على كل معدلات النمو اللي احنا بنعملها الدولة، من زيادة في المدارس، من استيراد، من توفير غلال قمح ورز، كل حاجة، ومدارس، وكل الحاجات اللي احنا بنعملها في التنمية الاقتصادية. قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار إن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه اليوم مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإنشاء جامعة سيناء وتغيير مسميات 3 كليات لحل أي التباس يواجهه الخريج في شهاداته الجامعية. مناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية لسنة 2005 الخاص بإنشاء جامعة سيناء. هي جامعة سيناء هي جامعة خاصة في منطقة شمال سيناء، منشأة بقانون 12 ل 2009. الجامعة متقدمة للجنة قطاع المجلس الأعلى للجامعات بتغيير مسميات 3 كليات عندها تم إنشاؤهم في 2006، كلية تكنولوجيا الإعلام لتصبح كلية الإعلام، كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي لتصبح أيضا كلية الصيدلة فقط، كلية العلوم الهندسية لتصبح كلية الهندسة. الحقيقة التغيير علشان يحل إذا كان في أي التباس أو في أي مشاكل بيواجهها الخريجين من ناحية تسمية الشهادات. قال وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي إن مجلس الوزراء اعتمد خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم خطط إنشاء وإحلال 6 محطات رفع مياه والتي تعدى عمرها ما بين 30 و100 عام. في محطات الرفع اللي هي مسؤولة عن توصيل المياه في كل شرايين المجاري المائية في مصر أو تخلص من مية الصرف الزراعي وإعادة خلطها ونقلها بحيث إن بعظم الاستفادة منها، فالمحطات دي عمرها تعدى بعضها تعدى من 30 ل100 سنة، فمحتاج عمليات صيانة وإحلال. في المحطات اللي محتاجة عمليات إحلال بنعمل لها عملية إحلال، واللي محتاجة صيانة بنعمل لها صيانة بحيث إن احنا نطول العمر الافتراضي بتاعها. النهاردة وفق على إعادة إنشاء 6 محطات. للمزيد من المتابعة حول أبرز ما تم في اجتماع مجلس الوزراء ينضم إلينا مراسلنا هناك الزميل أحمد أبو الحسن. أحمد، أهم القرارات والتوصيات التي خرجت من اجتماع مجلس الوزراء اليوم؟ بعد التحية زميلتي العزيزة، بالفعل كانت هناك ملفات عدة على طاولة اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وهناك أيضا العديد من المؤتمرات الصحفية التي جاءت على هامش هذا الاجتماع، وهناك العديد من القرارات الهامة، وعلى رأس هذه القرارات وموافقة مجلس الوزراء على المشروع الخاص بمشروع قانون السجل العيني الذي عرض على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه تمهيدا لعرضه أيضا على مجلس النواب ثم الموافقة عليه وتنفيذه. وهذا القرار
القرار الخاص بربط الخدمات المقدمة للمواطنين فيما يتعلق بالعقارات بتسجيل العقارات بتسجيل تلك العقارات على في الشهر العقاري. هناك تأكيد من مجلس الوزراء حول عدم تقديم وتأكيد بعدم تقديم الخدمات الخاصة للمواطنين فيما يتعلق بالخدمات المتعلقة بالعقارات، مثال تركيب عدادات المياه والكهرباء وغيرها، إلا إذا كان هذا العقار مسجلا بالشهر العقاري. وأوضح السيد وزير شؤون مجلس النواب خلال المؤتمر الصحفي أيضا بأن أكثر من 95% من العقارات في مصر لم تكن مسجلة، وبالتالي نناشد المواطنين بضرورة الذهاب إلى الشهر العقاري حتى يتم تسجيل تلك العقارات، وبالتالي يتمكنوا من الحصول على الخدمات المقدمة أو المطلوبة لهذه العقارات. هذا من أهم القرارات. وأضاف أيضا بأن هناك حول أحد الأسئلة فيما يتعلق ببعض الأحكام الخاصة من المحاكم فيما يتعلق أيضا بأحكام الخاصة بصحة ونفاذ وصحة التوقيع، أكد السيد وزير شؤون مجلس النواب بأن من يملك أحكام خاصة بصحة النفاذ وصحة صحة ونفاذ أو صحة وتوقيع لم تكن في مقام التسجيل، والتسجيل الذي يعتد به فقط والتسجيل الخاص بالشهر العقاري. هذا فيما يتعلق بالقانون الخاص بالسجل، مشروع قانون السجل العيني. هناك أيضا مؤتمر صحفي أكد خلاله السيد وزير الري بأنه سوف يتم رصد 54 مليون دولار لإحلال وتجديد العديد من المحطات الخاصة برفع المياه في العديد من المحافظات. هناك 10 محطات سوف يتم إحلال وتجديد لهم أيضا، بالإضافة إلى عدد 6 محطات جديدة في محافظات مختلفة رغبة في توصيل مياه نظيفة للمواطن المصري. هناك أيضا تصريحات للسيد وزير الصحة حول وجود العديد من وسائل الحمل الحديثة والمعتمدة والغير متواجدة إلا في الوحدات الصحية والصيدليات الخاصة الحكومية للحد من النسل في خلال الفترة القادمة، وأكد أن زيادة النسل وزيادة التعداد السكاني يعوق عملية التنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة. هناك تأكيد على ضرورة تنفيذ تلك القرارات في الفترة القادمة بشكل كبير من قبل الحكومة. هناك أيضا تصريحات وتأكيدات من السيد وزير التعليم العالي أيضا بإضافة كلية جديدة وهي كلية الطب لجامعة سيناء الخاصة، تصريحات أيضا لوزير المالية تؤكد بأن الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2018-2019 سوف يكون بها مخصصات كبيرة للصحة والتعليم والتعليم العالي، وهي سوف تكون من الإيرادات، وأن هذه الملفات الثلاثة سوف يتم الاهتمام بها بشكل كبير طبقا للموازنة القادمة، بالإضافة إلى العديد من القرارات الأخرى من مجلس الوزراء التي تمت اليوم. إليك زميلي. شكرا الزميل أحمد أبو الحسن مراسل النيل من مجلس الوزراء على هذه المتابعة، شكرا جزيلا لك. وافقت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على اتخاذ حزمة من الإجراءات من أجل الحفاظ على حق الطالبة مريم عبد السلام والقصاص من الجناة وكل من تسبب في وفاتها. أكد أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بمتابعة مستجدات قضية الطالبة مريم عبد السلام أن هذه القضية تعكس ازدواجية المعايير في بريطانيا وتعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحقوق المغتربين في المملكة المتحدة. وكانت الطالبة مريم عبد السلام قد تعرضت لاعتداء بالضرب والسحل بواسطة مجموعة من الفتيات بمدينة نوتنغهام البريطانية، وذلك نوتنغهام البريطانية في 20 فبراير الماضي، ما تسبب بدخولها المستشفى لتلقي العلاج إلى أنها توفيت في 14 مارس الماضي. نتحول إلى الشأن الفلسطيني، حيث استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. زعم جيش الاحتلال في بيان له أنه أثناء تنفيذ حملة اعتقالات في النبي صالح برام الله رشق نحو 10 فلسطينيين جنودا تابعة له بالحجارة، وأصيب أحدهم في الرأس ما دفعه للرد بإطلاق النار على الفلسطيني الذي استشهد في المكان متأثرا بجروحه.
اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذت جولات استفزازية فيه وسط تواجد كبير للمصلين المسلمين. أفاد شهود عيان مقدسيون بأن قوات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح بتوقيف الحافلات المتوجهة إلى القدس وتفتيش المواطنين. كما مدت سلطات الاحتلال اليوم اعتقال 3 من المصلين الذين تم اعتقالهم بالأمس من داخل المسجد الأقصى المبارك، فيما أطلقت سراح 9 الباقين من المصلين الذين اعتقلوا بالأمس ورحلتهم خارج مدينة القدس. وافق الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون من أجل تسهيل مقاضاة مناصري مقاطعة إسرائيل وسط خلافات حول من يستحق إلقاء اللوم عليه لإلغاء مباراة الأرجنتين أمام إسرائيل التي كان من المقرر إقامتها السبت المقبل في القدس بعد احتجاجات فلسطينية. أثارت هذه المباراة المقررة ضمن استعدادات الأرجنتين لخوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا والتي تنطلق في 14 من يونيو، أثارت اعتراضات فلسطينية استهدفت خصوصا مشاركة نجم نادي برشلونة الإسباني ميسي الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين والعرب، فيما لم يحبذوا لاعبوه المنتخب وجهازه الفني خوضها نظرا لأنها ستتطلب منهم السفر إلى إسرائيل قبل أسبوع من المونديال. أعلن مصدر طبي في مدينة درنة الليبية مقتل 9 مدنيين جراء المواجهات المسلحة التي دارت في المدينة خلال اليومين الماضيين. كان الجيش الوطني الليبي قد نجح في تحقيق تقدم استراتيجي جديد في معركة تحرير درنة واستعاد السيطرة على ميناء المدينة من تنظيم داعش الإرهابي. وأكد مصدر عسكري ليبي مؤخرا أن القوات الخاصة استعادت بالكامل منطقة الساحل الشرقي لمدينة درنة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. شنت وحدات من الجيش السوري هجمات مركزة على تحركات وتجمعات لتنظيم جبهة النصرة في ريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي. على الجانب الآخر، ارتفع عدد القتلى جراء المعارك العنيفة التي دارت خلال اليومين الماضيين بين الجيش السوري وتنظيم داعش الإرهابي في ريف دير الزور إلى 86 شخصا، منهم 55 من القوات السورية و31 من التنظيم، كما قتل 3 من عناصر حزب الله و6 إيرانيين خلال الاشتباكات في ريف دير الزور. نتحول إلى العراق، حيث أوردت مصادر إعلامية اليوم أن المدفعية التركية قصفت وبشدة مناطق حدودية تابعة لمحافظة دهوك. أضافت المصادر أن المدفعية التركية قصفت بشدة مواقع في محيط ناحية ديرلوك الحدودية التابعة لقضاء العمادية شمال محافظة دهوك، مضيفة أن النيران تصاعدت من المواقع التي تعرضت للهجوم، لافتا إلى أن القصف مستمر حتى الآن ولم يتم التعرف على حجم الخسائر. كانت طائرات حربية تركية قد هاجمت الليلة الماضية مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني الواقع بجبل كارا بقضاء العمادية. أعلن قائد عمليات ديالا عن انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم داعش في حوض حمرين شمال شرق المحافظة. انطلقت قوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش من 3 محاور في حوض حمرين شمال شرق بعقوبة لتعقب خلايا تنظيم. وأضاف القائد العسكري أن العملية تأتي في إطار استراتيجية قيادة العمليات في إنهاء أي أنشطة لخلايا داعش وتأمين المناطق بعد تمشيطها بشكل كامل. وكانت قيادة عمليات ديالا قد شنت مؤخرا سلسلة عمليات واسعة في مناطق عدة لتعاقب عناصر داعش أسفرت عن ضبط وتدمير مقراته.
رفضت الحكومة الشرعية اليمنية الشروط الحوثية التي حملها المبعوث الأممي مارتن جريفيث مقابل استئناف العملية السياسية وتسليم مدينة الحديدة للحكومة الشرعية في البلاد. أفادت مصادر محلية بأن رئيس ما يعرف بمجلس حكومة الحوثيين مهدي المشاط حاول انتزاع اعتراف أممي من جريفيث بشرعية سلطتهم في صنعاء والأماكن الخاضعة لهم، واشترط إلغاء الحظر الجوي والبحري المفروض على تدفق الأسلحة إلى الحوثيين وعدم استهداف قياداتهم، فضلا عن توقف قوات الشرعية عن التقدم إلى مناطق سيطرة الجماعة. استكمل الجيش اليمني تحرير ما تبقى من جبل العويد في مديرية مقبنة غربي مدينة تعز بعد معارك عنيفة خاضها مع ميليشيا الحوثي. يأتي ذلك بينما تصدت المقاومة اليمنية المشتركة لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي في منطقة الجاح بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي للبلاد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثي. تقدم كبير حققته القوات اليمنية المشتركة باتجاه مدينة الحديدة على الساحل الغربي للبلاد، حيث تصدت القوات لهجوم من قبل الميليشيات الحوثية في منطقة الجاح بالمحافظة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثي. تزامناً دمر التحالف العربي تحصينات لميليشيات الحوثي في محيط المدينة إثر قصف مدفعي وغارات مكثفة على معاقلهم، ما أدى إلى وقوع خسائر فادحة وانكسارات كبيرة في صفوف الميليشيات. كما دمرت طائرات التحالف العربي تعزيزات الحوثيين في مناطق متفرقة بالساحل الغربي. الضربات النوعية للتحالف ساهمت في إنهاك القدرات العسكرية للميليشيات وتشتيت صفوفها، كما عززت عمليات قوات المقاومة التقدم لتقترب أكثر من مطار الحديدة الذي بات على بعد بضعة كيلومترات. وفي السياق ذاته تواصل قوات المقاومة اليمنية تجنيد المتطوعين من أبناء الساحل الغربي، ما يعطي دافعا كبيرا للعمليات العسكرية الهادفة إلى تحرير كامل البلاد وإنهاء المخطط الانقلابي وظهر الميليشيات في كافة المناطق التي تسيطر عليها. متابعة، ينضم إلينا عبر الهاتف السيد جمال براس رئيس تحرير موقع اليمن العربي. سيد جمال، ما زال الحوثيون يراوغون في طريق الحل السياسي للأزمة اليمنية، كيف تنظرون إلى الموقف الحوثي من المفاوضات السياسية حاليا؟ بالطبع الحوثي هذا ما أخذنا عليه دائما ونلاحظه دائما في كل المفاوضات التي تجرى منذ بداية الحرب. الحل السياسي مطروح وكان مطروح هو في بداية الحرب، ولا زال ولا زالت الأيدي ممدودة لوجود حل سياسي، ولكن بالطبع إرادة الحوثي وإرادة الأشخاص الذين يديرون الحوثي من وراء الحوثي وهم الإيرانيين لا يريدوا إنهاء هذه الحرب، وفقط كل ما يريدوه هو مكاسب لهم بصورة خاصة وليست للشعب اليمني. الحلول التي كانت سبق وأن طرحت من قبل مندوب الأمين العام للأمم المتحدة السابق ولد الشيخ هو تسليم ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة وإدارتها عبر الأمم المتحدة، وهذا الحل كان مطروحا، واليوم أعتقد بعد الانتصارات التي حققتها القوات الشرعية وأبناء خاصة وأبناء المناطق ساحل سهامة وأبناء الحديدة هم الذين حققوا الانتصار الحقيقي بغض النظر عن أي قوة أخرى. أعتقد أن هذه الانتصارات والتفاف الشعب حول الحكومة الشرعية ولفظهم الحوثي هو بداية انتصار للشعب اليمني، ويؤكد وأنا يعني أعتقد أن كل المؤشرات تشير إلى أن الحوثيين سواء أرادوا أو لم يريدوا هم مهزومين، وسواء أرادوا أو لم يريدوا فإن ما معا لا يوجد لديهم أي طريقة أو وسيلة سوى أن يقوموا بتسليم كامل الأراضي اليمنية وتنفيذ القرار الخاص بالأمم المتحدة القرارات رقم 22 وكل القرارات الدولية التي من الممكن أن تحقق السلام في اليمن. في هذا الإطار سيد جمال، هل منه يعني هناك أي طرق أخرى من أجل الضغط ربما على الحوثيين قد يسلكها المبعوث الأممي للضغط على الحوثيين بالقبول وذلك بشروط الحل السياسي في اليمن؟ أنا أعتقد أن هذه ليست مطالبة شخص أو شخصين أو نقول أنها، ولكن هي مطالبة الشعب اليمني بصورة كاملة.
وهو الشعب الذي يحقق الانتصارات اليوم. القرارات بالمقام الأول مخرجات الحوار والتي تم الاتفاق عليها وتم الاتفاق عليها، وكانت هي الحجة التي دخل بها الحوثيين إلى هذه الأزمة الكبيرة والإنقلاب. هذا من جانب. الجانب الآخر وهو المهم أعتقد أيضا أن مخرجات التي خرج بها المجتمع الدولي من قرارات سواء كان من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو حتى قرارات إقليمية من الجامعة العربية، أعتقد أن هذه كلها ترضي وتوافق أبناء الشعب اليمني. أبناء اليمن دائما هم محبين للسلام، ولم تعتدي يوما اليمن على أي دولة خارجية، ودائما يتم الوصول إلى حلول، ولكن بسبب تدخل إيران هو الذي عمق هذه الأزمة، وهو الذي أدى إلى أن الحوثيين يتعنتون ويرفضون الحلول، لأنهم للأسف إرادتهم ليست بيدهم وإنما بيد إيران التي تريد دائما أن تحقق مآربها عن طريق أبناء الحوثيين الذين استطاعت أن تغير من فكرهم ومن أيديولوجيتهم التي كانت موجودة وغيرتها لصالحها. اليوم أعتقد أنه المجتمع الدولي يجب عليه أن يقف مع الشعب اليمني، ويجب أن يرفع أي ضغوط أو خطوط حمراء كان يراها في السابق. أعتقد أنه ثبت الواقع العملي بأن الخطوط الحمراء التي كان يطرحها المجتمع الدولي لتأمين المدنيين، هذا أعتقد أنه كانت تحالف أكثر حرصا على تأمين المدنيين، وكل المناطق التي يتم تحريرها من قبل التحالف تشهد توسع وإيصال مساعدات إنسانية وتحقيق الحد الأدنى من الحياة، وهو ما لا يوفره الحوثيين الذين يستخدمون المساعدات الإنسانية من أجل تحقيق أغراض شخصية ومن أجل الاستمرار في أتون معركة خاسرة. الموضوع ببساطة شديدة على الحوثيين أن يقوموا بتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من الجيش الوطني وإعادتها إلى الجيش الوطني، ثم بعد هذا السير في خطوات سياسية واضحة لانتخاب مجلس سواء كان مجلس تشريعي من أي قبل الشعب، وفي النهاية انتخاب قيادة سياسية يريدها الشعب. هذا كله باختصار الحل للأزمة. أشكرك جزيل الشكر سيد جمال براس، رئيس تحرير موقع اليمن العربي، شكرا جزيلا على هذه الرؤية التحليلية سيد جمال. ومشاهدينا نشرتنا تتواصل معكم، وفيها بعد الفاصل الاقتصادي مباشرة. باريس وبرلين ولندن تجدد التزامها باتفاق إيران، وتطالب واشنطن بإعفاء شركاتها من العقوبات. والآن مشاهدينا مع وقفتنا الاقتصادية وزميلة حنان الخولي. أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الاقتصادية وأهم ما فيها. إسماعيل يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الري والبنك الأهلي لتمويل مشروعات الري الحديث بالمحافظات. إلى التفاصيل، حيث شهد المهندس شريف إسماعيل المكلف بتسيير أعمال مجلس الوزراء الأربعاء شهد توقيع بروتوكول التعاون بشأن تمويل مشروعات الري الحديث بأنواعه المختلفة بمحافظات الجمهورية، يهدف لتوثيق التعاون من خلال دعم وتنمية المشروعات الزراعية التنموية والعائد الاقتصادي من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير وتحديث أساليب وطرق الري بها. وقد جاء بروتوكول أو توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة
الموارد المائية والري والبنك الأهلي المصري، حيث تتولى وزارة الموارد المائية والري ترشيح المشروعات المؤهلة والتي تحتاج تنفيذ شبكات الري الحديث الخاصة بها وإجراء الدراسات الفنية وعمل التصميمات للزمامات المراد تحديث نظام الري بها. من الجانب الآخر، يتولى البنك الأهلي تلقي طلبات المشروعات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال وزارة الموارد المائية والري والقيام بتوفير الخدمات التمويلية. أكد وزير البترول المهندس طارق الملا أن برنامج عمل الوزارة لتطوير صناعة التكرير يقوم بشكل رئيس على الإسراع باستكمال مشروعات التوسعات الجارية بمعامل التكرير باستثمارات تزيد عن 8 مليارات دولار، وذلك تمهيدا لتشغيلها تباعا طبقا للبرامج الزمنية المحددة. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوزير للمشروعات البترولية بالأسكندرية لمتابعة تقدم الأعمال بمشروع إنشاء وحدة إنتاجية جديدة للبنزين عالي الأكتين بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكم بتكلفة استثمارية تبلغ 233 مليون دولار. وقع وزيرا الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار والإسكان مصطفى مدبولي بروتوكول تعاون بين الوزارتين بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي. يهدف البروتوكول إلى استغلال فائض الطاقات الإنتاجية المتاحة بشركات الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتي تتبنى تنفيذها وزارة الإسكان. صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بأن حركة الملاحة بالقناة قد سجلت اليوم الأربعاء رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن بعبور 70 سفينة من الاتجاهين بحمولات بلغت 4,500,000 طن. قال مميش إن 29 سفينة قد عبرت من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات بلغت 1,800,000 طن، بينما عبرت 41 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات بلغت 2,700,000 طن. وقال مميش إن تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية قد أثبتت نجاح رؤية الدولة المصرية في الاهتمام بتطوير المجرى الملاحي للقناة ورفع مستوى الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة. نتحول للبورصة المصرية والتي تراجعت مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء مع استمرار عمليات البيع من المستثمرين الأفراد بكافة جنسياتهم مصريين وعرب، بينما واصلت المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية عمليات الشراء اقتناصا للفرص. وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8.2 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 903.9 مليار جنيه عقب تعاملات تجاوزت 1 مليار جنيه. أعلن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعلن إطلاق حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم أو ما يعادل 13.6 مليار دولار في خطوة تهدف لتحفيز الاقتصاد خلال 3 سنوات القادمة. كما أعلن ولي عهد أبو ظبي أيضا عن سلسلة مبادرات اقتصادية لخلق 10,000 وظيفة للمواطنين في السنوات 5 المقبلة ومحفزات لتسهيل مزاولة الأعمال. أكد رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد أن محافظ البنك المركزي محمد إبراهيم قد قدم استقالته من منصبه اليوم. أضاف مهاتير محمد عقب اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة لم تقرر بعد بشأن خليفة محافظ البنك المركزي، لأن ذلك يجب أن يحدث ويحصل في البداية على موافقة الملك. يأتي هذا في حين يجري محقق مكافحة الفساد في ماليزيا تحقيقا مع زوجة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق بشأن فضيحة فساد كبرى في صندوق تنمية ماليزيا والذي أنشأه الرزاق عندما تولى السلطة في 2009، وتردد أن المسؤولين عن هذا الصندوق قد قاموا باختلاس 4.5 مليار دولار. إذن وصلنا مشاهدينا لختام النشرة الاقتصادية، شكرا للمتابعة ونواصل مرة أخرى بانوراما نيل. إليك مرة أخرى ريهام.
ونواصل بانوراما النيل، حيث أرسلت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي طلبا رسميا مشتركا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإعفاء شركاتهم من الإجراءات العقابية الناجمة عن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران. في غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الفرنسي إيران من الاقتراب من الخطوط الحمراء بعد إعلانها عن اعتزامها زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم. وشدد أيضا وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة أن تعي إيران أنها ستتعرض لعقوبات جديدة حال مخالفة الاتفاق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن طهران لا تزال حتى اليوم ملتزمة تماما بتعهداتها. نعود إلى الشأن المحلي، حيث تهدف رؤية مصر 2030 إلى التوسع في الحيز العمراني من 7% حاليا إلى 12%، خاصة مع وصول عدد السكان إلى نحو 100 مليون نسمة. لكن القطاع العقاري يواجه العديد من التحديات الخاصة بندرة المعروض من الأراضي العقارية، فضلا عن نقص التشريعات المطلوبة والمتعلقة بتخصيص الأراضي وإصدار التراخيص. تحقيق رؤية مصر 2030 خاصة فيما يتعلق بالقطاع العقاري كان مطروحا للنقاش خلال المؤتمر الذي نظمته لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال لاستعراض التحديات والمشكلات والتشريعات المطلوبة للنهوض بهذا القطاع الحيوي. من 20-30 سنة ان احنا مزنوقين ال 100 مليون او 70 مليون اللي كانت من 20 سنة، ولغاية دلوقتي مزنوقين في 7%. فكون ان احنا النهاردة شغالين، مصر شغالة النهاردة في نهضة عمرانية في كل انحاء مصر. النهاردة عندك في الشمال الحكومة النهاردة بتنفذ مدينة منصورة الجديدة، في الغرب بتنفذ العالمين، في الشرق بتتكلم على العاصمة الإدارية الجديدة، بتتكلم على قناة السويس، بتتكلم على شرق بورسعيد، في الجنوب بتتكلم على إنا الجديدة. الحاضرون أكدوا على وجود 3 تحديات تواجه الاستثمار في القطاع العقاري، أهمها عدم وجود أحوزة عمرانية، فضلا عن عدم وجود مخطط للتوسع العمراني، بالإضافة إلى تغيير اشتراطات البناء بعد شراء الأراضي. القطاع العقاري بيحرك السوق، القطاع العقاري بيحرك حوالي 99 صناعة مختلفة، لا بتنشط كل الصناعات، يعني هو مش بيأثر بنفسه، هو بيأثر على القطاعات الأخرى كثيرة جدا جدا جدا. فاحنا متفائلين جدا ب 2030 إن شاء الله يحصل برامج التنمية تأدي دور المواطن وقتها بيشعر بنتائج ممتازة جدا لتحسن الوضع. كما تم التطرق إلى أسعار الأراضي الخاصة بالوحدات السكنية والتي تصل في بعض الأحيان إلى نحو 50% من تكلفة الوحدة، فضلا عن ندرة الأراضي المعروضة للبناء. لما بنتكلم على قطاع عقاري أصبحنا بنتكلم على مجرد إسكان ومباني فقط، هنتكلم على تجمعات شاملة متكاملة بتعمل تجمع صناعي، زراعي، سكني، اجتماعي، بتعمل مؤسسات شاملة متكاملة. وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن هناك ما يقرب من 1,800,000 مبنى بدون ترخيص، وهو ما يعني أن هناك نحو 18 مليون وحدة عشوائية داخل الأحوزة العمرانية. أشرف مبارك، النيل. والآن مشاهدين مع أهم أنباء الرياضة مع زميلة حنان عاطف. ونواصل هذه البانوراما الإخبارية بعد وقفتنا الرياضية مع زميلة حنان عاطف. اختلفت الأجواء الرمضانية في معظم المناطق السورية هذا العام عن نظيره في العام الماضي بسبب تحرير الجيش السوري لهذه المناطق، لا سيما محافظة دير الزور. كاميرا قناة النيل الأخبار تجولت في شوارع المحافظة ورصدت هذه الأجواء وأحوالها في شهر رمضان المعظم. ترتفع أصوات المآذن معلنة وقت الإمساك والإفطار في محافظة دير الزور دون أن يتخللها أزيز الرصاص الذي عكر أجواء المدينة في حصار دام 3 أعوام من قبل تنظيم داعش الإرهابي، تلاشت فيهم طقوس الشهر المبارك بين جائع يقتات بإفطاره على خبز وماء ومريض أهلكته سنون الحصار بلا دواء.
السنة الماضية كان رمضان هو بحصار نتيجة دواعش الكلاب، يعني منعوا كل شيء عن الأطفال وعن الكبار وعن كل البلد. رمضان السنة الماضية تعذبنا كثير بالصيام، بالنسبة لموضوع الصيام لأنه أكل ما كان موجود وإلا الشيء اليسير اليسير، والحر ما كان بكهرباء مشان تبرد علينا حر منطقتنا لأنه إحنا منطقة صحراوية. كان الحصار علينا شديد برمضان الماضي والأسعار بارتفاع، يعني مثلا كيلو البطاطا ل 6000 6500، الساعتين مثلا 100 125 ورق. كفرق بين الثرى والثريا، يمارس أهالي الفرات طقوسهم الرمضانية هذا العام، فتشهد أسواقها إقبالا كثيفا على شراء ما لذ وطاب من الأسواق العامرة بالبضائع والمستلزمات الحياتية اليومية. ما شاء الله رمضان السنة يختلف عن رمضان كل سنة بعد فك الحصار وانتصار الجيش العربي السوري. اليوم رجعت الحياة، رجعت الأمور، رجعت الأمور كلها، رجعت الكهرباء، رجعت المي، يعني أمورنا تبشر بخير. بس الحمد لله رب العالمين، أجل الجيش العربي السوري وحرر وفتح الطريق والحمد لله رب العالمين وصار الخير كثير علينا. سنوات عجاف قضت، فأسعار اليوم لا تقارن بأسعار الأمس، وبضائع اليوم لا تشبه بضائع الأمس، والتقاء الأحبة عاد في الشهر الكريم بنكهة الأمن والأمان. من محافظة دير الزور لقناة النيل للأخبار، رنا المتوالي. ومشاهدينا، نختتم هذه الفترة الإخبارية بتذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل القطان ويعرب عن حرص مصر على مواصلة التنسيق مع المملكة العربية السعودية إزاء القضايا الإقليمية. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون السجل العيني المختص بالحفاظ على الأملاك العقارية للمواطنين، ومروان يقول إن القانون الجديد من شأنه أن يسهم في زيادة تسجيل العقارات. الحكومة اليمنية ترفض شروط الحوثيين للتفاوض وتسليم الحديدة، والجيش اليمني يستكمل تحرير جبل العويد غربي محافظة تعز. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. إلى اللقاء.